دونك نحب نسلم برشا برشا على الناس اللي تحبني، على زملائي، اي سورتو على لي فانز نتاعي، ونقول لهم ان شاء الله 2021 عام مبروك سعيد علينا بالصحه والفرحه والخير، وان شاء الله الكورونا تكرهنا وتمشي وتهرب وتترمي في البحر وتتغبر وما عادش نشوفوها، وان شاء الله ترجع ايامنا وافراحنا ونسمعوا الاغنيه الجديده والجو الكل. ان شاء الله عامكم مبروك وبالصحة وبألف ألف خير لكم الكل. مرسي بوكو إيمان الشريف. هكا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم مع ضيفة الفنانة إيمان الشريف. ما بقى لي كان نقول لكم نتقابلوا في حلقة جديدة مع ضيف جديد. نهاركم أسعد الأيام ويا مرحبا يا خويا. الجو خفيف نظيف والله. وحدك يا مان. برافو برافو برافو. وحدك وحدك. مرسي بوكو. نقول لك حاجة خماسي. قولي. راهو تو أن أفونيغ ما شاء الله. ربي يخليك. دابور السيريو نتاعك ما ينجم كان يخرج ريزولتا طياره. زيد معاك. راهو كي تخدم على 100% كي تجيك 30% انت رابح. انت قاعد سو ماغان واحد كيف كنتي ينكش وهو تحت حس مس ما يحبش يشلق. انا نقول لك بحكم الخبره نتاعي. ربي يخليك. البسيطه نقول لك خماسي قاعد تمشي على خطى توني خليفه نتاع بيروت. جدره توني خليفه. لا نحكي معاك بجد. موديل. tu es très chic. ربي يخليك. تعاملك مع الناس فريمون دان نيفو يحترم ويقتدى به. ربي يخليك. انت تحبني خاطر. لا 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 شكون قال لك نحبك؟ نحسك. لا نحب الفنان. اللي فيك. نحسك تحبني. مولا انا نعرفك ريتك مرتين. ما الحب مثلا نظره الاولى. لا لا مش حب. انت عندك في قلبك من داخل اون انرجي وان سيريو باش يوصلك لبلاصه. وقول قالتها ايمان الشريف إيمان. وتفكرني محليك ومحلي كلامك وتعدي طف طف طف. الوقت عدى فيسع. يا خويا ملا إكيب برجولية. برافو عليكم. مرسي ليكيب يعطيكم الصحة. راو ديغيير اللي تشوفوا فيه بوكو دو ترافاي بوكو دو سانكرونيزاسيون بين الأطراف الكل. برافو ليك وللإكيب نتاعك. مرسي بوكو. أنا كان نلقى تلم الوقت إن شاء الله ما توليش نهاري تقول شكون إيمان الشريف. لا لا نقعد نحبك عمري. لايكي حبيبتي حبيبي لايكي وليا وليكي ربي. ليا وليكي ربي. اسمع نشرب قهوة. نحب نزيد وين شوية. أنا نستدعاك. لا لا والله لا أنا نحب نستدعاك على حاجة خير. شنو؟ نحب نعمل أنا وياك ميسيون في الكهرباء. بارد الزفاف. عندنا الوقت. ديماري تشغلنا. تو شوي. مشاهدي قناة نسمة مرحبا بكم. كما قاعدين تشوفوا حلقة جديدة وضيف جديد. ضيفتي اليوم فنانة نحبوها الناس الكل. وانتم عرفتوا شكون ضيفتي. كانت معايا في الراديو ديريكتوم قبل الوقت عدى خفيف. ما وخرتهاش التالي. موجودة معنا توا في سارول. فرحان برشا صاحبت الصوت القوي والروح الخفيفة برشا والنجاحات الكبار اللي عملتهم في تونس. إيمان الشريف مرحبا. مرحبا بك وبالناس في يتفرجوا فينا. أمين نقول صاروخ. أنت في صاروخ. مش صاروخ. دابور مرسي اللي جبتوا لي كهرباء مزيانة. قبل واجب. سي تري بو. مرسي. سيت بورش. إلي مانيفيك. الانتيريور يهبل وكل. كونفورتابل. مرتاح. فوالا. بور اون فوا نعمل هكا كلان دوي وكلمة على مارك وما يخلصوني شام سيل. مرسي بوكو. معناتها مرسي بور لو شوا. اختارتوا لي بورش. سي تري جونتي دو فوت بار. الله يخليك. أنا فرحان برشا إيمان وتعرف ديما كي نقابلك الكلام معاك ما يوفيش وروحك الباهية تتعدى ونحب نبداو بإنرجي باهية برشا. ما نجمو نعملوا كان هكاك بخوت تراب. والصوت القوي نتاعك واللي نحبوا باش نبداو به. أول روبريك عندنا اسمك يغني. كل حرف من اسمك أوكي. لازم تلقى لي عليه غناية. نبداو. نبدأ. أول حرف حرف الألف. ألف. أحب اسمك ترا را 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 نسخ. وأحب سيرتك ترا را 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 را. يسألوني ترا. يسألوني. يسألوني. يسألوني أقول بحبك ترارارا. مين يصدق مين مين يصدق مين مين يصدق مين. نسخ. نسخ. ربي فضله. My love. ربي فضله لك. عايشك. ونعرف يمكن نسخ أشهر رضيع من البوز في تاريخ تونس. الحمد لله. ما شاء الله عليه. عايشك. الحرف اللي بعده حرف الياء. هو وكل وليداتنا. أمين يا ربي. حرف الميمة. الياء. الياء. أي. أوكي. يا يا
يا وادي يا تقيلي ها يا يا مشيبني ابو نسيغ يا ده انا بالي طويل يا ميدو وانت عاجبني يا 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 لقطة يا جميل وعدك يمين بيه حرف الميم اي الميمة من حب انا حب مش بالنون هذيك خي مش بالنون تحايل من حب انا حب مولا الشاش مجلي بتعب ابدا بمولا الشاش مولا الشاش ويا ليلة جامع عنجر كابوسة مولا الشاش مصاب الحافي برنوسة مولا الشاش وين أحب أنا أحب مولا الشاش وجلي بتعب مولا الشاش وبمحبك وين غنية تسمحها برك تسمحها برك تعطيك انرجي تعطيك تحب تعمل جو اللي ما يشتحش ولا يشتحك يسمع مولا الشاش شو أنا نحس روحي تخلقت في الدنيا هذه للفرحة للحب للهزين المورال معناها للعطاء للناس اللي تحبني لازمني نكون معاها للحاجات البوزيتيف ما نحبش الحقيقه الهم الحقيقه ديما في اي سيتواسيون ديما نقول الحمد لله ومهما يكون ومهما يصير ديما تحت لطف الله الحمد لله. واي حاجه تجينا ان شاء الله ديما باللطف يا رب بعد علينا فسي بوغ سيت ريزون ديما نحب الضحكه وتفديكا وكل هذيك هي الدنيا لازم يعني توجور باسي لو ميساج هذاك خاطر الناس تبدا شاده هكا في الارتيست اللي يحبوه باش يفرحهم وباش حتى كي نغني غنيه هكا فيها شويه شجن في ساعه نقلق عرفت نقلق ما بدل لنا الجو سيدي خويا عرفت باهي ايمان انا سخنت الساعه قلقت سخونه شويه نحي علينا علي نحيت صحيت بعد مولا الشاش نحي علينا الشاش عندي ليك روبريك كامله من بعد اسمها مولا الشاش من بعد اسمها مولا الشاش محضر هالك شيخ عليها به حرف الميم قلنا سي بون أوكي. الالف استعملناه اوكي تو حرف النون اوكي لا 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 ناري على الزينة يما ما جاتش اليوم عملتها فيا لله لا حالي لا جات اليوم الزينة جات نعمل لك ثانية مزروعة ثانية تحية لجورج موت عليها جورج. كل ما نبداو قاعدين يغني لي كان الغنية جورج مدير عملك اي تحية دابوغ الهادي حبوبة ومحليها الغنية وناري على الزينة يما وما جاتش اليوم أحليها. عملتها فيا لله ولا حالي دو كملنا الاسم طب شو نقول في اللقب أهلا الشريف حرف الشاء الشاء شخبت شخبت لخبت لخبت هذي عملها لي ننو هذي في الدار إذا كنت راو الدار كيف وليت الحيوت يرسم على الحيوت شخبت شخبت لخبت لخبت مسك الألوان ورسم على الحيط أعمل إيه وياك يا ننو صحيت اللي عملته يعطي نعطي برشا بوسي به حرف الشاسي بون حرف الرا الرا به ربا هي ربا ياسر تحاير ياسر تحاير يا الربا ذيك باه مش برا باه لا لا ذي ما تعديش باه استنى فاطمة أبو سياح الله يرحمها يرحمها نعم را 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 ربيع ربيع استنى ربيع شبابنا هذيك لا فما كلمة هذيك محلى ربيع شباب ربيع شباب را را رول أرول را 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 ريتك ما نعرف وين ريتك ما نعرف وين دن 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 لحظة ما بين نومين دن 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 أعظم في باب الخضراء ولا في الحجامين صحيح لطفي بوشيك لا 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 أري داري 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 توا الصيب هذا الصيب بعد الراء اللي استعملناها شو قعدنا حرف ف الفاء كلموني ثانية فكروني يا أخويا يا أخويا قصة عربية بس أنا فاء
فالكم خير يا جماعة، فالكم خير يا جماعة، فالكم خير يا جماعة، عشان جمعة جماعة خلاعة. فالكم خير آه يا يما، فالكم خير آه يا يما، وفالكم خير آه يا يما، يا ربي نحيها الغمة. آمين صحيتك. بيه خليني نسألك أنا توا إيمان، كل باساج عندك ما يتعديش بالسهل، فما بوز كبير وراه. هما الناس يقولوا بوز، بغيال ما هو سان ريزولتا بتاع خدمة. هذا باش نسألك أنا، أنت كيفاش تتعامل معه؟ مع الغوتومبي يعني؟ مع الغوتومبي اكزاكتومون. ردة فعل الجمهور ما قلقنيش. تقبل عادي؟ مش نقبل. هو قانون اللعبة هكيكا، لو تحب روحك معروف والناس تنقدك والناس تشكرك والناس تحبك وديفان والدماند عليك والناس كي تتعدى انت ما تمشيش انا بيرسو بالضبط، وكل هذه نعمة من عند الله الحمد لله صحيح. فأنا لازمني نحمد الله ليل ونهار ونقول له يا ربي الحمد لك والشكر لك كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. معناتها كي نشوف انا روحي عايشك كي ننطق باسم ولدي والعالم يكتب عليه pour moi c'est un honneur. Voilà. علاش تحبني شنو اللي تبدل في ايمان الشريف بعد ناسور وقبل ناسور؟ شنو اللي ماهوش ناسور؟ ناسير صلحوا له. ناسير ناسير ان ا دوز اس او ار. فما فرق بين ناسور وناسير. ناسير فوالا ولا ناصر. اي مسج ما قلقنيش، حبيت نثبت انا ناسور ناسير اللي تحب. المهم انت بتبدا بحذيه انطقوا بس شنو نحصل ناسير ناسير ناسير. شنو اللي تبدل في حياتك إيمان؟ شلون اللي تبدل في حياة إيمان بعد ناسخ؟ بالضبط الأم إيمان بالضبط. الأم كيما جنينة تطلع لك فيها وردة مزيانة، تبدأ تسقي فيها محليها الإيماج والصورة وتبدأ معناها شنو نقول لك. أنا مثلا مع النوم تمسليش 8 سوية عندي. أنا مثلا ما نقولكش مانيش سهارة ولا، أما حتى كي نسهر ديما عندي 8 سوايع لازم موجودين. دابور بور سوف غاردي بور بروتيجي مي كورد فوكال، اثنين بور البون مين اللي في وجهي، ثلاثة باش ما نبداش بال. يعني دونك عندك شرب الماء وعندك بالحق وعندك النوم نتاعي. اليوم نلقى روحي هو علاش يحب غناية انا لحبيبي، خاطر ديما نغني له فيها، نقول له اي يحبها برشا، نقول له حبيبي ندهني جيت بلا سؤال، من نومي سرقني ومن راحة البال. أوف. يعني خليك تنسى روحك وتخمم في الشخص اللي معاك. هو ذي أنا لما حالة حسيتها وقت اللي عرست، ما تتحس روحك تبدأ تخمم، عندك إنسان تخمم عليه. فهمتم؟ بعد يسرقك منه كمان. خذيه المشعل. ما ملحقش أقول خذيه، أما هاكا زعما باش يجي. غير شوية. بون يحبوا برشا، أما ماشي غير شوية. كي أنا تلاقي ياسر بن ساغي واللي يقول لي شنو هو حتى أنا نقول له باهي حتجي وليدي زاد حتجي. زوجك مصري إيمان؟ مصري. مصري. إي. باش نتعدى معاك. وأمه تونسية. وأمه تونسية، فوالا. باش نتعدى معاك الإكزرسيس توا. اللي هو باش تقول لي الجمله ذوما كيفاش تقولهم له بالمصري. تي ليه عاد مش سهل. لا عملت الفضايح انا كي مشيت للبازا نتكلم بالمصري. تعرف نحكي لك انيكدوت. استنى مره احنا خرجنا من الدار في مصر وقتها. قلت له برا نعملوا، انا وقتها في الديبيو نتاع الجروسيس، قلت له برا قلقت نحب نعملوا دوره نشري في عركه، عرفت نتوحم زعما لحم. اي عملتها كي قلت له برا نحب نشرب حاجه، قال لي جو. قلت له لي مش جو. بعد ربعت قلت له باهي جو. وقفني قدام اللي يعمل في الجو، قزرت لي قلت له، قال لي عايزه قصب؟ قلت له باهي ناخذ عصير قصب. هبط البلار قلت له شيغي بربي ما اقول له ما يحطش فيه برشا سكر، قال لي فضحتينا، عصير القصب وعصير السكر. فضحته وكم تاع نورمال عندي كبعد درقين ومش قلت لك من ايفيلا وكل باهي. بالاكزرسيس انا باش نعطيك جمل وانت كيفاش تقولهم بالمصري. اوكي كيف تكلموا في التليفون مثلا؟ تقول له جيب معك الخبز وانت مروح. نقول له الو حبيبي والنبي جيب معك الخبز كون تو رونتر. والله بالضبط الثلاثه. الجمله اللي بعد كيفاش تقول له ابعدني توا راهو دجاج لك حل داير بي؟ هذه نقولها له بالطاليان. بالطاليان نقول له بير فافوري لاش ادسو. لا شامي بالطليان. بالمصري ما تقولها لوش. انت تو الاكزرسيس مصري اخوي كله حب وغرام القاري بالمصري. ها جاي حب وغرام وفزيت باه. اما في صوره ما مثلا هكا تخالفنا مثلا ما تحسناش على بعضنا ولا حاجه،
تعرفش نقول له، نقول له حبيبي ما طيبتش، عارف ليه؟ يقول لي ليه؟ يبدا يستنى في المثل عليه، نقول له خاطر كي نحب نطيب البريك تاكله سخون. صحيح. ونمشي جاريه فدوكم نعملوا مانكارات. علاقتك مع الكوجينه باهيه؟ اه انا طباخه. طيب القديم. آه وي. تري بيان. دايوغ وقت اللي مره سامي الزغليمي وقتها سبعيني بحضينا لمصر، جا بحضينا للدار، عاد يحكيوا مع بعضهم. تحيه سمسوم. تحيه سمسوم. عاد غزر له قال له سمسم يعني نعمل ايه النهارده؟ قال له يا صبور يعني اعمل اللي انت عايزه يعني انا معاك. يا اخي غزر له قال له انا عايز اسالك سؤال. قال له شنو؟ قال له انت ليه اتجوزت ايمان يعني؟ قال له النبي عايز الحقيقه. قال له خير تطبخ طبخه. قال له ما كنت تعبنينا. اي معناتها الراجل معناها باش نكونوا واضحين، الراجل يا خويا يحب اش خليني سمنت انا وبعد يقول لي سمنت، نقول له تو مش تقول لنا طيب ونمخمخ وبعد شنو اكثر ماكله يحبها تونسي؟ هو هو عمل لي تيست من الاول، قال لي انا شاهي توا. اي وحيد. قال لي انا توا شاهي، تعرف شنو؟ قلت له شنو زعما نفطروا زعما ناكل هكا نقنقان؟ قلت له نمشيو هكا ناكلوا. قال لي نفسي في حته كسكسي بالقرنيط خاطر حمويا. ربي فضله قبل كنت حميتشي معناها طيب له برشا الماكله التونسيه كل مغروم بها. بوغ لوي كي كسكسي بالقرنيط يعني قمه ال صحيح معناتها حاجه نمر واحد في الجاستخونومي نتاعنا. وحميتي صفاقسية دونك معناها القرنيط حاجة مهمة، حاجة مقدسة. عاد غزل لي قال لي والنبي شاهي دلوقتي ناكل كسكسي بالقرنيط، نفسي في حتة كسكسي بالقرنيط. بعد قال لي يلا anyway نمشي ونتعداو ديريكت. قلت له وين دقيقة بركة يا ربي، عملت يا ودي صلاة الاستخارة عملتها في الثنية ماشي لكم يا ربي شنو نلقى قرنيط في الكونجيلاتور، نلقى ما حطت لي قرنيطة صغيرة هكا ديما تقضي لي عجين حطت لي هكا جبتها. ربي قلت له انقذت انقذت عبدك من البوران. يا خويا ودخلت لك الكوجينه حطيت لك الكوكو طيبت لك القرنيط جا في حقه. يا ولدي وقت اللي عملت النصبه فهمتني ولا لا؟ يكون يعقل وقت عطاه الدات نتاع العرس. جا نمره مره واحده سي. قال لي واحد ما واحد جي اثنين ما فهمش. لا نمره اثنين لازم تكون في 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 معناتها في الورقه نتاع الزواج دونك عرسنا نهار 20 نوفمبر. خرق العاده ان شاء الله ربي يعينكم ان شاء الله ربي يفضلكم نسخ وتفرحوا به يا ربي ان شاء الله. ان شاء الله ربي يحمينا الكل ويخلينا والدينا. ايمان الشريف نحن تو في الكيوسك سي كملنا قدينا امورنا الكل، باش نعمل معك جو باش نسالك اسئله ولازمك في 30 سكوند تجاوب. يلا اول سؤال ان شاء الله خير. في 30 ثانيه لازمك تجاوب. سمي ثلاثه مشاهير لقبهم الشريف. عمر شريف واحد. ايمان شريف. شريف المصري. هاني هاني الشريف. ما فماش هاني شاكر. سنة نزلوا دي سكوند. سنة يا ربي لا اله الا الله محمد رسول الله. تسعه شريف سبعه ستة شكون قلت انت؟ عمر شريف. عمر شريف. ايمان شريف. مش هاني شريف يا ربي شو اسمه ليه غدا ذاك نور شريف. صحيح. ولا هاني نقلت نور. وفما احمد شريف في تونس. اه وي سفرين سيتوان. احمد عليه غايب علينا يا احمد. صحيح ارشلنا احمد. كانتا احمد كانتا كانتا. شنو كانتا؟ شونت يعني. اه كانتا. إلا اون تخي بيل فوا ما فهمتش علاش احمد ما يرجع. انت انا باش نكانتر قلت لي كانترا. انت كانترا وكونترا يا كونترا انت. سؤالي اللي من بعده. في بالكم احنا هزين الكونترا في الكرابة يا خوي 800 كاميرا يا خوي كندوروها تشوفوا قداش من كاميرا. خلنا نسألك سؤالي اللي من بعده. تحية لكل تكنيسيان اللي معانا. في بالي تحية لكل كنترو. لا 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 تحية لكل تكنيسيان اللي معانا. سؤالي اللي من بعده باش نسألك العادة بزربة لازم تجاوب. يال. سمي ثلاثة وزارة ثقافة. وزارة ثقافة ثقافة سونيا مبارك واحد محمد زين عابدين اثنين ال ال شو اسمه اللي نحاه رئيس الحكومة نحاه رئيس الحكومة اسمه على اسم فنان اسمه على اسم فنان يا رب يا رب فما فنان يغني كل يوم حبك يزيد اللي يغني كل يوم حبك يزيد الاسم وليد وليد لقب ما نعرفش لا المهم عرفت وعجبني في الحركه اللي عملها وقت اللي عملنا العام نتاع موني لحمدي وليت لا معناتها فما ناس بقلوبها راه يعني. وليد زيدي هو وزير الثقافه والسيده سونيا مبارك والسيد محمد زين العابدين. به برافو نحسبها لك صحيح. توا باش نعطيك احداث وانت تعطيني تواريخ. اخ تواريخ ام ساسه tu peux attendre حتى بعد غدوه. بون به سهلين سهلين داكور. عيد الجلي أما تحشمني معني هاتي ما نشدش لدات
اي سنه عيد ميلاد مامالي هي اهم حاجه عندي في حياتي. ترى عيد ميلاد ماما ما نشدش لنيميرو بالحق. ما تحفظش تو نحفظ الغنيات ونحفظ وجوه العباد ونزيد نحفظ ما نجمش. يلا نحيوا السؤال هذا باش نحيوا السؤال من بعده. سمي ثلاثه برامج نتاع مواهب اكتشاف مواهب. الخطوه الاولى ذا فويس سارة كاديمي. نكملوا دورتنا. هاي ما تخلصوناش خويا كي جاوبنا صحيح. مش نعطيوك رمان. يا رمان يا رميم. نكملوا دورتنا. اسمعني استنى تفضل. برجولي. اي. انا نحب نبدل الموازين. يعني. تو انت تسوق بيا من بكري وزعمك تفيس علي وبواتو تو هذوك الكل. اي جي تقعد لهنا وانا نسوق بيك. نكملوا الحلقة انت تسوق. اما مش نمشيش من اثنين اللي انت تمشي لا. مش تبدل الاثنين. ما يهمكش فيا انا وين نمشي خويا. ما تمسكش الفينجا. انا مش نتبع. لا باش نمشي نستدعك على كاستي وتقعد انت بجنبي. وانت تسوق. وانا نسوق. انا موافق. انت موافقة؟ على الاخر. توت شويت. ايمان شريف هي باش تكمل الحلقة وهي تسوق. يلا الناس اللي قاعدين تتفرجوا فينا ايوي عملتها ايمان الشريف وفكت لنا الكرهبة وليميسيون وكل شيء. انا اليوم الكرسي نتاع الضيف وايمان الشريف اللي تسوق بينا اللي قاعدين نشوفوا فيها تو. تشاو بونجورنو اتوتي. اوجي سيامو سابتو دو ليميسيون سارول. اوجي سارولا سونو ايمان الشريف. اليوم حلقة سبيسيال صاروخ. اليوم اللي هو مارجنا الكل شادد ورقة في جيه ويسأل وتت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 ت
علي تعب في روحك، خليني انا نسوق انت علي انا عملتها في عقلك انت المصلحتي راحتك ربي يخليك راحتك ربي يخليك يا خويا ايه ايه فكيت لي الكهرباء والميزان كل شيء جامي ايمان شريف جامي. اسمع ما النجم نقول هالكلمة مهبولة وهبالك محلاه محارحنا هبالك محلاه إيمان شريف أنت باش تكمل ميسيون اليوم حتى السيركوي قلت باش نبدلو باش نبدلو أنا نحب نستدعاكم الكل دايوغ على كويس تيم نعنع باللوز كوم تونا جامي غوتي بنا باغي معك يلا هزنا وين تحب أنت أنا معك انتو تو انا باش نحكي معاك اسال وانا نجاوب باش نسالك وانت تجاوب وانت تسوق او عندك سبه او تقول لي ما نجمش نجاوب ولا حاجه خاطر تسوق لا 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 نجاوبك لا لا باش تجاوبني انت في بالك في لغتنا التونسيه فما برشا كلام امازيغي موجود ونستعملوه ديما اي نو في بالك باه نسالك كلمات وقول لي تعرف معناهم ولا لا أوكي. نبدا مثلا مكخور يقول لك فلان مكخور 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 يعني ولا مكوخر مكخور مكخور ولا مكوخر زوج كيف كيف معني مكوخر بلوتو تونسية أما أمازي معنيها اللهجة العامية أنت يعني أما أمازيغية مكخور معنيها مجوجم مصدع ولا مصدع صحيح إجابتك صحيح باه كي نقولوا إنسان قمقوم قمقوم قولك حتى ماكلة قمقومة شاف قمقوم لكن المعنى نتاعها بالأمازيغي شنو قمقوم يعني هكا باهية باهية قمقوم بالامازيغي يعني مرتاح ماديا اي قمقوم يعني حاجه خي ماديا مش هكا هكا وهكا و300 نعك هاي كلمه سهله فما ماكله نحبها برشا انا كسكسي بالمسلان المسلان شو معناه هي كلمه امازيغيه المسلان نعرف هذيا وعملنا نحنا في نصوروا في كربد عملنا كسكسي بالمسلان افكتيفمون الله عليك صحه علينا وما نشهيوش صح عليك صح نودوهم ولا نشهيوها صحيتك المسلان شو معناه المسلين بلاصة في العلوش في في الرقبة بعد الرقبة شنو فما بعد الرقبة الكولون الظهر هو المسلين هو الظهر صحيتك كمان تو تجاوب صحيح واخر كلمة زادة متداولة النجم ونلقاوها برشا مرات اللي هي يدهدس يدهدس معناها بين اللي ما يشوفش واللي مسهمم صحيت ما يراش بالقدا هي الكلمه صحيحه دونك كلمنا فيه برشا كلام امازيغي هذوما شويه كلمات هكا القيمه ونبش نعلمك حاجه زاد جديده اعطيني قول الوغ كي تقول على السلامه العبد شنو تقول له على السلامه العبد ليه هي ديجا العبد هي كلمه امازيغيه العبيد بالحق والله اي كي تقول على السلامه تقول ازول 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 في اللاوم ازول في اللاوم يعني السلام عليكم ازول في اللاوم باه وطفل صغير شنو تسميه بال يعني هي كلمه امازيغيه احنا نستعملوها ممي امازيغيه امازيغيه شفت برشا كلام موجود عندنا برشا كلام وانت فما حتى كلام طلياني راه باه نقعد معاك مولا الشاش ايه
واحدة برمي لي سوكسي الكبار اللي عندك كمان. اي كيفاش جات الفكرة؟ شنو الاسم؟ شنو المقصود منها؟ الفكرة كيفاش؟ أنا مرة في الحمام تاع حومتنا في حمامات الله فما حارزة نحبها برشا باهي، كي نمشي الحمام نقعد بحدا بثلاثة سوايع معها هي نقعدوا نلعبوا ونغني ونعملوا في جو، معناتها تحس روحك كأنه ديفولمون وتلموا بنات الحومة وكل. دونك نهار جبدت الدربوكة نتاعها منفخة في الماء وبلق بلق بلق وتغني ويا لي الله يا لا 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 لا. كملنا احنا الالبوم نتاع يا راهي موت باهي معايا حاتم جيزاني، قلت له يا حاتم، قال لي هاكا ساي كملنا الالبوم ريت ما يدوم حتى شيء هاكا، قلت له كملناش ما زلت حاجه، قال لي شنو اش فما ما في باليش، قلت له نحب حاجه نعملوا اغنيه في الجو نتاع ويا لي لا لا لا، قال لي في الجو نتاع، قال لي ما تنجم تكون كان هذيك هذيك، قال لي باش نعملوها، قلت له هذيك، قال لي هذيك واش نقدوا لها الكلام وكل شيء. افكتيفمون صارت لها كيما صارت فازت الدي جي، خلطت اخر اغنيه وهي اللي هزت ال اغنيه نظيفه خفيفه خرجت من حمامها. اي والله من حمام افكتيفمون الحمام والله اغنيه خفيفه. تحيه كبيره لعدلان شقرون اللي هو حصلني وحصيله باهيه، قال لي يا سخن صوتك قول هكا اي حاجه هكا حديت لك الميكرو مشي بعيد، وهو ذرنته قاعد يسجل تريبيان وانا نقول وليلا وليلا ناخذ في الهنك نتاع وهي وليلا وليلا تي اعرف لين سامي المعتوقي قال لي شنو هي وليلا وليك بس روحك، قال لي صديقتي سامي تاريخي، قلت له سامي تي نجربوا برا، قال لي خرجنا كملت سجلت الاغنيه بعث لي تيموا عدلان قال لي هذا تيموا اسمع باش ندخل الميكساج سي بون بلايص مقطع تقطيع مريقل ولا بيات وكل كورال سي بون كل شيء امور واضحه نسمع، قلت له شنو هي هذه اللي حتى من قد، قال لي هذيك هي نجاح الاغنيه هذيك اللي حاجتي بها صحيت افكتيفمون افكتيفمون اغنيه روضات صغار يبداو يشطحوا عليها وليلا وليلا في الروضه وحده كل، دونك معناها اي تفصيله في الاغنيه مست الناس الكل مست الناس الكل باهي. مولا الشاش هو الكل هو جو واكزرسيس باش نعملوا تو مع بعضنا أوكي. كي نعملوا مولا الشاش هي التروفي معناها اعلى قمه هو نسميه مولا الشاش، كي نقول لك شكون مولا الشاش فنان راجل شكون تعطيه لقب مولا الشاش الحقيقه في العرب ولا في في تونس؟ في تونس اوكي. اسماعيل الحطاب. اسماعيل الحطاب الله يرحمه ربي يرحمه. باهي في العرب شكون الفنان اللي تقول له انت مولا الشيش؟ في العرب ملحم بركات. ملحم بركات الاستاذ. باهي شكون الفنانه المراه اللي تقول لها انت مولا الشيش في تونس؟ اكتويل ولا اكتويل؟ ايمان شريف. إيمان شريف مش غرور نحكي لك معنيا إيمان شريف بالملموس معنيا أنا متواضعة أنا متواضعة الحقيقة أما فما حاجات ما عليهمش غبار يعني ما يختلفوش فيهم زوز إي معناها كهو معناتها إلي طون باش واحد يقول سي بون معنيا أنا رقم واحد لا أنت قلت لي مولا الشيش مولا الشيش معناها نميرو أن قلت لك أعلى هرم رقم واحد لا ما عطيتنيش أرقام عطيتني مولا الشيش مولا الشيش هو رقم واحد في كارير نتاعي مولا الشيش نتاعي هي أنا مولا الشاشي بشاشي بديع اما كي باش تحكي لي على الكبر في الساحه شكون الفنانه اللي تقول لها انت مولا الشاش يا سيدي هو اللقب باسمك دونك ما تنجمش تاخذه انت هو تتويش داكوغ باهي اوكي خليني نركز كلكو سكوند خليك تركز كلكو سكوند انا هاني قاعد نستمتع بالثنيه الجديده نتاعك في القديم والجديده اي ما يسالش عليا عليا مولا الشاش صحيت وفي العالم العربي لأنك لم تعرف الحب قبلي لأن النساء على كل لون وشكل لأن البساتين لا محليها محليها بصوتك زيد محليها بصوتك بيه لأني أحب بعنف ترارارا وأطلب بالعنف مثلا بمثلي وإني سأقتلك ترارارا مش متاع الحلقة اللي فاتت ترى ورد بالك تحبش العنف لا لا ضد العنف أقتلك حبا وي وأطلب بالعنف مثلا بمثلي به نتعدى معاك في التمثيل
مول الشاش؟ مول الشاش راجل رؤوف بن عمر. رؤوف بن عمر وفي النساء؟ في التمثيل؟ مش عامل بيك دور على كل دليل شيء. مفتاحي دليل مفتاحي هي مولات الشاش. بيه نتعدى معاك بعد التمثيل في السبور، هيك نحكيه سبور. شكون الكوارجي اللي انت تقول له مولا الشاش؟ صديقي واخويا ايمن عبد النور. اي تحيه لي ايمن عبد النور. ربي فضل وليداته وربي يحميه ومرته وعيلته. باركور كبيره ايمن عبد النور بيان سور. صديقي الغالي هذاك. باهي تحكي لي اغرب طرفه صارت لك في سهريه من السهريات. اغرب طرفه؟ وي صارت لي طرفه. احكي لي. صارت لي طرفه يا اخويا مره. مره عندي حفله والكيب اللي معايا نساو الفليجة نعبيو في حوايجنا وكل وتطاويني ماشينا هذه مشيش بعد يعملوا لي عليها مشكله. لا 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 هي سهريه ما سلك تروحي حاسيل وقتها باش نقعد نقول انا نسيت روبتي. صحيح يا خويا هزيت عيناي هما كلاو رواحهم الجماعه كل كيف وتنجيبوا لك لبسه من درا شنو ما عندناش وقت. قلت لهم باهي تغششت شويه ومن بعد غزرت هكا قلت لعل في اخي. يا خويا غزيت عيناي نلقى ريدو حايك بيهبل وانا جايبه الروب معناتها حوايجي في الوحده وجاي لابسه سانتور معناتها اوريدي لبستها. اخي عملت هكا ضربت في مخي. اللي في مخي ما تقوليش اللي في مخي. جيت للطفله اللي معايا قلت لها شوفي ميما انت نسيتي الوحده نسيتي باري دز فيها كرياسيون هبتي لك الريدو هذاك فهمتني ولا لا نحي لك الحلق المحطوطين. نحاتك الحلق ولا فيه جونغ دو يعني ان فيد من داخل دخلت فيه كوردون عملت هكايا ربطته على رقبتي ولا ولا ذاك الكول والباقي دورته هكايا وحطيتك السانتور فهمتني ولا لا. يا ودي انا هابط ريسبسيون يعمل له شفت شفت يا خامه شفت عليه نحبوه انا احنا يمين شريف. يا ولدي بنت بلاد حتى كي تجي باش تعمل عرض خويا ديما تبدا لابسه العربي ولابسه لاسورتي ولا هيك قالوا حتى سورتي على الاوتيل نتاعنا لازمك ترانا بيتي بالليل نرجعوك الحلق راهو 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 نحكي لك الكيف اللي معايا يعملوا لي بسم الله الرحمن الرحيم يقول لك شنو هي المهبوله اي حاجه في اي حته عرفت معناها هذه الروبه يمكن كان هبتت لازم ولا شاشة. ولا تصور احنا احنا تسمع بيك اللي يقول لك هذه ظروف المباشر هذا هو انت احنا احنا في خدمتنا لازمك ما لازمكش ديما ساغول صحيت ريتها exactly. ساغول هذيا كلمتك فوالا لازم ديما ساغول ما لازمكش تقف تتبلوكا تينا مره معنا في الورتاني نصور في ايميسيون ومعايا ان ستيليست معني معتبر وكل نسالي صبات يا عيني عليه جاب لي الماليه واحد وكل نسالي صبات وقتها في اللونسمون تاع مولا شاش داير ربي دقيقه خا نثبت حميري مريقل ماني انا مولات لي ميسيو اسمعني انا ماني قاعد هوني توا نجم ناكل وانت تسوق كل كل رمي شوف شويه قطوه انا كمل اي سيدي عملنا هكايا قال لي يا ونبل اوبلي لي شوسيور كومون فافير يا ودي خذ حتى فافير اقعد هكا تخلي عليا فافيري وحدي توا انا رجل اموري نعمل هكا وندخل نوف الحفينة قال لي نوف الإيمان شريف مرحبا بيك وكلها ما نسيتش حاجة. قلت والله سي صباتي باش نعمل نروح باش نعاود نجيبو هاني تعديت هكا قلت الناس بكري ما كانوش يلبسوا صبابط قلت يعفسوا حفاية وصح ستار وكل حاجة مواد يا اللوك يا ودي ما نحكيلكش مولا الشاش وقتها سيدي مولا الشاش سامحني بربي كان تعطيني البابي خل نطيح واقف اوكي ميرسي بوكو يعيشك الله يخليك. اسمع برجوليه باهيه فاستك تاع تسوق انت عجبتك نجم ناكل برا نجم ناكل تمد على طول حتى في المريح روح بينا انت عافيك بليزير ربي يخليك لينا نجم نتكاو شويه من بعد شويه باش نحكي معاك على ترحل ما بدك تكليت وحدك انت تسوق اعطيني ناكل نعطيك تو في ريجيم مش ريجيم قلت لي تفضل هذاك هذا شنو هذا؟ هذاك جاتو بالفرومبواز خلني اما هذيك خبز الهواه نتاعنا هذه خبز الهواه خبز الهواه بسم الله الهوى هوايا في بالك ابن جاتون حبوه الهوايا نعطيك انا بابي او عندي 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 عندك على روحك خي بيان نص ساعة خبز الهوى باهي من لبنا من اكثر جاتون لنا لازم تشيل الفولار هوا ليش تعمل لنا توا في الفريستايل ما خافش ما خفناش احنا تسوق بينا وانت طلعوا شعلينا وانا نسال 300 كاميرا قدامك صحة ما خلينا نصحفهم اما ما لبنا بنين شقاو لك والله صح عليك الحمد لله فضلك باهي احنا قريب نوصلوا راه
أنا نستنى باش نوصل الوقت. اسمع نحسك قصير ولكن الكرسي ياسر بصراحة طالع راسي يضرب في الوهم. أنا قصير؟ مش برشا. أطول منك أنا. قلت لك إيمان بعد شوية بعد ما ناخذ التاي خلينا نضمن التاي الساعة. لا صحتي. محضر لك. حتى كاسترود كاسترود. محضر لك روبريك اسمها قر تجيك خفيفة. وكان شوف أنت إيش باش تقر. تعرف قر تجيك خفيفة؟ ستجيك الكشوز؟ جنيتك صحيت. سامو جي باش يتفرجوا فينا سامو جي. بعد شوية باش نسألك عليها. هاي باهي. أنا باش نخلص. لا 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 عاد لا ولا نتغش. لا والله لا. تجي يجيب لها واحد نتاعك توا نستدعاك وتاخذ لي الكرهبة وتسوق. عاد تستدعني على ماكلة على كاستي. ماكلة زين قرنات يا خويا والله منجيب لك ماكلة منجيب لك تاي تو كان تجيب ماكلة تو نرقد التيل توت سويت هاي بارا يرحم ويجيك تدلل السلام عليكم ربي فضلك جوز كيسين تاي انا برك انت رسمي لا لا والله تبارك الله يرحم والديك حتى الاولاد يجيب على ربي خليك انا تو نصوروا فيه مرحبا بك ربي فضلك يا خويا جوز كيسين تاي باللوز يرحم والديك 5 و5 عليك زيد معاك واحد وتاي هاي اوب اوب برافو عليك معاون صحيتك يا ودي مع التاي نتاعك شو باش تذوق باش تنسى اي تاي شربته في حياتك هو شو باش عايشك عايشك سافا بابا لاباس نتفرج بيك عايشك والله الاولاد غطينا عايش خويا عايشك يا بابا خويا مرحبا بك ربي يخليك ربي يجيب احذانك والله ديما بحذاك عايش خويا الغالي باي باي ربي يخليك عايشك هذيك صديقي جينا هنا نبدا في الكهرباء نقول له معلم زوج تاي ولا كويس تاي ناخذ كيس تاي نوقف الكهرباء توا قلت له زوج تاي لوز قال لي تفكرني بما تيزي عامين والله والله يسون جونتي محلاه والتاي من لبنه اش قولك من لبنه تاريخ حياتك ما تشربوش هذا نحبك تكمل الانترفيو ونحن ناكلو باش نتعدى معاك توت سويت سامحونا راهو ايمان الشريف حلقه معاها ما تنجم تكون كان هكا فماش حلقه عاديه مع ايمان الشريف الروبريك الجاية هي اسم غنية من أغانيك شو تقول الغنية قر تجيك خفيفة مش نسألك وانت قر تجيك خفيفة باي حاضرة؟ ها باي أول سؤال في قر تجيك خفيفة إيمان شريف ما لا فريكاسي مش قولك بربي ودي نومة تو عمري ما ريت واحد يشرب كيستي واحد يشرب كيستي وبعد يضرب الفريكاسي مقلوبة الدنيا معاه في بالك أنا تو نومة خويا خير من هما نكملوا انترفيو انت انا ومن بعد يعمل الله والله غفت علينا باه السؤال اللي من بعده ايمان شريف اعطيت في يوم من الايام رشوه وهكا وانا نقول هذه رشوه باش نعمل شنو رشوه لا دير تجيك خفيفه لا معناها وانا نقول هذه رشوه لا نقول مثلا هذا زوالي مسكين ما عندوش نعمل له كادو فهمت نعاون ونقف معاه اما رشوه كونتر بارتي لا معناها اما متاع رشوه لا ربي محرم باه سؤالي اللي من بعده يبدا عابد مثلا يسلت نهار كامل ويخدم ويجري وحده كل كي تجي مثلا هكا ما عرفش انا تجيب له فطور ولا اي حاجه صافي بليزير معناتها ماشي سي با رشوه معناها باه رشوه تعرفش معناها رشوه بالنسبه لينا رشوه معناها تعب باش تعمل جريمه وترشي فيها هذيك بالنسبه لينا رشوه واضح اما فيها بليزير وكل انا عقليتي مش هكي كمان سؤالي اللي من بعده قداش الكاشين تاعك في ريفيون سنين ان شاء الله وحنا فهمنا منه العام اصلا حتى نتعداو ريفيون فما هو ريفيون فما نسالك قالوا فما فافواغ قد الكاشين تاعك هذول اللي تو جيت شد بلاستيك نجينو وتغاجي كمل بينا خلنا نكمل لا لا ايش ايش اخذ بلاش بحق ولا تفي حسابات انت باش تقولي قدر كاشي وهو فما كاشي اصلا وفما خدمة صح تيك مرسي ايش انا في بالك باش نقايل تو شنو نقول مازلنا نحن مازلنا شوية في الانترفيو خلنا وصلك انا مازال عندي شوية اسئلة اجا منا تو نكمل نسألهم لك لا لا اجا هون اجا هون نكمل نسألك اي توت سويت نرجع ناخذ كرهبتي يا ودي ليه نقعد لهنا وصلوني لداري خلينا نكمل ليه 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 خلينا نكمل كلمتين مع الجمهور ك
كلمتي. ودي باش نرقد روح وبيدي كمان. بعد جهد جهيد باش تجي من شريف ونرجع كرهبتي ونكملوا ليميزيون. اي شيء مازالوا زوز اسئله نحب نسالهم لك. نحب نسالهم لك ونحب نعرف اجابتهم على الاخر. تو سويت. يلا سيدي مرحبا بكم من جديد. انفان خويا واحد رجع لبلاصتو ورجع ينجم يسال على راحته. ايمان شريف مرسي لحد الان قاعده تجاوب. راس سمك الكرسي هذيك كيفاش تطيح انت؟ طب طيح شويه. اي هاك بجمر هذيك تربيها. مازال عندنا زوز اسئله اللي باش نكملوا بهم الانترفيو. حاضره؟ حاضره على الاخ. تمشيش تنهس يا ايمان. لا ما تخافش بار. باهي سؤالي وتجاوبني بصراحه. اخر كذبه كذبتها شنو؟ اللي انا نصور فيه ميسيون اليوم. اخي طلعت فطور وقيله وتاي. والله يعطيك الصحه في التاي. لا لا جاوبني بالحق، شنو اخر كذبه كذبتها ايمان؟ اخر كذبه مكياجت روحي وقلت مكياج باي ندرى شنو. في ميسيون قلت اي مره ما كياشت روحي قالوا لي محلي ما كياشك. قلت لهم هذيك ما عملت عندي ترباتون في تراشيتون عرفت وين وحدي في رومبوان ما كي جيت عرفت صحيتك باه. اما انت رقدت راك هكايا برجوليا مش نورمال ولا فريكاسي يا خويا تعرف شتيت بكري ولا يا خويا شاي تحلت بامبالوني وكل هذاك هذاك الرجل اللي يعمل ريجيم قوي هذاك الشجره خميس هذاك اي والله باش ترقد انت توا ولا باش ننعس ما نكملش نسال معناها بس السؤال كان عجبني تنجي وما عجبنيش انا رقدنا وكاوش باش نعم طب باش ترقد ايمان شريف بالحق والله حلقه على ذو ايمان شريف هاني وما نشرب في التاي هل ترقد على روح رقدت ايمان دهشت خذينا تاي فريكاسين وريقت ان شاء الله نجم نكمل الحلقه إيمان يا أخي رقدت بالحق إيمان إيمان بارك الله ميزة فيها نومها الخفيف على الحس تقول إيمان يلا عندك تنبوسة مقشة وربحنا من إيمان كاستي بوكشش دونك انتم الناس اللي قاعدين تفرجوا فينا ايمان رقدت هكا وبعد ناكله كويس دهشت دوني اوبليجي بالسيف لازمنا نكملوا الحلقه هوني مرسي اللي تفرجتوا فينا ان شاء الله في حلقه جديده مع ضيف جديد وضيف يكون عنده برشا هبله هكا كيما ايمان شريف اللي نحبها برشا واللي نسلم عليها ونقول لها باش نوصلك تو نشوف كيف نوصلها باي باي.